الإسلام أم يهدم الإسلام؟ سؤال. جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ إن كنت ممن ينشر فيه الخير، إن كنت ممن ينشر به القرآن والإسلام، إن كنت من ينشر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا الجوال تخدم الإسلام. وإن كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله، فأنت تهدم الإسلام وأنت تحارب القرآن. لأن الأغاني ضد إيش؟ الأغاني ضد إيش؟ ضد القرآن. ترسل أغاني بدل ما ترسل قرآن، ترسل صور بدل ما تنشر إسلامك وتنشر الخير وسنة النبي وسلم، تحارب الإسلام بالجوال. هذا دليل من أدلة. أقسم بالله العظيم، بعض الشباب يقول لك الحمد لله أنا والله أصلي وأنا وأنا وأنا، بس عندي مشكلة واحدة، وهي مشكلة بسيطة، هي مشكلة الأغاني. مشكلة الأغاني هذه مشكلة بسيطة. كم من شاب يتمنى يقرأ قرآن ما هو قادر، السبب الأغاني. كم من إنسان يتمنى يحافظ على الصلاة مضبوط ما هو قادر، السبب الأغاني. كم من إنسان وقع في الفاحشة، السبب الأغاني. الأغاني ترى لها أثر خطير. الأغاني الله عز وجل بشر صاحبها بإيش؟ بماذا بشر الله صاحبها في سورة لقمان؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ يقسم بالله ابن مسعود بأن لهو الحديث هو الغناء. اشترى لهو الحديث، صار يسمعه في سيارته، في جواله، في بيته.